الوطني وبتكلم على مستر هيكتور كوبر، لكن انا بقى امسك نفسي جامد جدا النهارده علشان خلاص احنا فاضلنا على ماتش اوروجواي حاجات بسيطه وايام قليله، لكن كل الناس بتقول منتخبنا يا جماعه، الشكل يا جماعه، التطوير يا جماعه. مستر كوبر كان بيقول فيه تطوير وتحسه بتطوير. طيب نشوف الكابتن هاني رمزي نجم مصر ونجم النادي الاهلي. قبل ما اتكلم انا معاكم الكابتن هاني رمزي، اهلا وسهلا بيك يا كابتن. اهلا، ازيك يا ميدو؟ كل سنه وانت طيب، وكل سنه وكل الساده المشاهدين طيبين. رمضان كريم عليكم كلكم. وحضرتك طيب، الله اكرم، ربنا يخليك كابتن هاني، دايما بتنورنا في قناه الاهلي بصوتك او بشخصك، ربنا يخليك حبيبي. لا طبعا بيتي ومطرحي ودايما متالق يا ميدو، بالتوفيق دايما ليك يعني. ربنا يخليك كابتن، ربنا يخليك. يعني عايزك تطمن الناس حتى لو قليلا بالنسبه لكابتن هاني رمزي، رايه في مستوى اداء المنتخب الوطني فنيا في المباريات الأخيرة. لا طبعا، يعني يمكن لو اتكلمنا على مباراة كولومبيا، ما فيش شك ان لو جينا لشقين الشق طبعا النتيجة، اعتقد النتيجة لا بأس بها، يعني نتيجة مع فريق كبير مميز في لعيبة كبيرة جدا، نتيجة جيدة جدا. الشق الدفاعي اكيد المنتخب المصري متميز في الشق الدفاعي، لكن مش كرة القدم مش دفاع بس، يعني احنا بالظبط واحنا متعودين ان يكون في الشق الثاني الشق الهجومي اللي اعتقد عندنا مشكله كبيره جدا جدا فيه، بنعاني منه بقاله فتره، يعني حتى مع وجود صلاح هو اللي يمكن كان بيعمل الفرق رمضان ده لما كنت في احسن حالاته تنسي. لكن انا شايف حتى مش قادرين نطلع بالكره صح، اللي عمليه الاستحواذ بقت في الكره مهمه، معنى الاستحواذ الايجابي انك بتستحوذ على الكره وقت كتير في المباراه، وطول ما انت معاك الكره اكيد مش هيبقى عليك تهديدات، لكن الضغط الكبير اللي حققه فريق كولومبيا علينا في اخر 25 دقيقه في الشوط الثاني والفرص اللي ضاعت قلقت الواحد شويه. بالظبط. فما اعتقدش مستر كوبر هيقدر يغير من خططه، يعني هو دوت ده الشكل اللي بيلعب بيه دايما، دي الاستراتيجيه اللي بيؤمن بيها ان هي الافضل لمنتخب مصر. حققنا بيها نتائج كويسه جدا، وصلنا كاس العالم وبطوله افريقيا، وصلنا النهائي، لكن ينقصنا بس حته ان احنا عندنا الشق الهجومي نتميز بيه ايضا زي الشق الدفاعي، وده طبعا مشكله كبيره جدا جدا لمنتخب مصر، يعني بعد حتى اصابه صلاح. فربنا يستر بصراحه، يعني على مباراه كاس العالم، بالرغم من كل ده لازم نكون متفائلين، يعني نعمل حاجه كويسه يا رب. يعني كابتن انا اكلمك فنيا، لان عارف طبعا مستوى المتلقي فكريا اختلف تماما عن قبل كده، يعني مستوى الجماهير الفنيه اختلف تماما، ومستوى تفكيره الفني اختلف تماما، فاكيد هما بيقيمونا كمان. لما نتكلم اتكلم مع كابتن هاني رمزي، لازم اتكلم معاك في حته فنيه كل الجماهير بتسال عليها، هل الجري ورا الكوره اللي حضرتك ذكرته والكميه الاجهاد الكبيره جدا ان انا اجري ورا الكوره، طبعا حضرتك مدرب كبير وعارف يعني ايه اقعد ادور على الكوره طول 90 دقيقه، هستنفذ بدنيا، هموت اساسا في الملعب، هل الكلام ده اوروجواي هتعمله معانا؟ هل هنقدر نعيد استشفائنا في المباراه روسيا؟ هنعيد استشفائنا في مباراه السعوديه؟ هل الكلام ده هنعالجه ازاي؟ الحاله الدفاعيه هل هي منظمه؟ حضرتك شايفها منظمه ولا هي كده باي لك؟ شايف الموضوع برضو ازاي؟ والله من جزء بص اللي بتتكلم عليه ميدو، طبعا انت طول ما انت ما معكش الكوره اكيد بتستهلك بدنيا، طالما بتستهلك بدنيا نسبه التركيز مهما عالي ومهما كنت فت اكيد بيقل، ودي مشكله كبيره جدا جدا. احنا لو قدرنا ندافع بشكل ده بنجري كتير جدا، ممكن جدا اخر ربع ساعه بالظبط ممكن يحصل اخطاء، والاخطاء وارده يعني. بالظبط. الجزء الثاني بتتكلم فيه ان احنا زي ما قلت لك لازم نكون ندافع كفريق، احنا بندافع كفريق بشكل كويس جدا، لكن ما بعد الدفاع ان احنا نحتفظ بالكوره شويه، يعني احنا نحتفظ بالكوره لوقت من الاوقات، لو مش قادر تعمل هجمه مرتده يبقى خلاص على الاقل تطلع بالكوره وتبدا الخطوط كلها تطلع وراك وتبدا تحتفظ بالكوره شويه عشان حتى تاخد نفسك الى حد كبير وتبدا تنهي الهجمه دي، يعني ده الطبيعي اللي بيحصل في الكوره. يمكن المشكله اللي عندنا ان احنا بندافع كويس قوي، لكن اول ما بناخد الكوره ما فيش نقلتين ثلاثه، ما فيش خالص، وبتتدع تاني. بالظبط. فدي مشكله، فما عندناش حلول في الجزء الامامي. لو انت عايز تلعب على الكونتر اتاك، لازم الكونتر اتاك ليها خطوات معينه، اكيد كل المدربين عارفينها، انك اولا لازم يكون عندك سرعات كويسه، لازم ما تخسرش الكره وانت طالع، وده مهم جدا. بالزبط. لازم يكون عندك، لو بتلعب على محطه يعني انت بتلعب على محطه في فرود عندك كويس، بتطلع عليه بيعمل استحواذ كويس، بقيت ما الخطوط كلها تطلع ونبدا نستحوذ على الكوره، دي طريقه ثانيه، لكن ما اعتقدش هيفيدنا خالص ان احنا نرمي الكره في مساحات كبيره وانت بتعمل هجمه مرتده. بالزبط. لازم تطلع الكره رجل في رجل عشان الخطوط تطلع وراك، يعني
زي ما بقول لك يعني على المستوى الدفاعي كفريق متميزين، لكن طبعا الشق الهجومي اعتقد عندنا مشكله كبيره فيها. يعني كابتن هاني برضو اسالك سؤال، بصفه حضرتك مدرب كبير شفت الدوري المصري وعاصرته فترات كبيره، هل مصر فقيره فنيا بايجاد لاعبين يستوعبوا فكر مدرب اجنبي فكر هجومي؟ لا طبعا. احنا بص يا ميدو، كلامك بكل امانه، احنا عندنا عناصر جيده جدا جدا وعندنا ولاد، بس ما خدوش فرصه في وقت مناسب. انا كان في وجهه نظري في وقت من الاوقات كان لازم مستر كوبر يوسع قاعده الاختيارات شويه، يكون في عناصر جديده ما تخش في المنتخب. في احنا يعني على سبيل المثال لا الحصر، يعني مثلا تكلفه محمد حمدي لاعب كويس مصري، عندنا احمد جمعه راس حربه كويس، عندنا وليد سليمان كان بشكل هايل، عندنا في وقت من الاوقات في وسط الملعب كان ضم مثلا عمرو سوليه، كان في وقت من الاوقات مميز جدا. يعني احنا للاسف انا في اعتقادي الشخصي ان الجهاز الفني في وقت من الاوقات كان لازم يشوف عناصر جديده، يوسع قاعده الاختيارات علشان يبقى عنده البدايل. يعني زي احنا شايفين ما عندناش بديل لصلاح خالص. يعني دلوقتي ايمن ناحيه الشمال ممكن يكون بديل او يلعب ناحيه الشمال، لكن برضه كان عندنا قصور في الحته ديت، الباكات كان عندنا جزء قصور. انا في رايي كان قاعده الاختيارات توسع شويه، وانا مش مع ان اللعيبه عندنا ما عندهاش قدره على استيعاب الشكل الهجومي، لا بالعكس، احنا كلنا متربيين على الكره بالظبط الهجوميه، يعني بالظبط احنا بنحب الكره الهجوميه. بالظبط الفرق اللي بتلعب يعني النادي الاهلي اكبر عدد اهداف في الدوري السنه دي، محققه سكور عالي جدا جدا، يعني عندنا كمان نزعه هجوميه، وشفنا الكلام ده في الجيل اللي فات، جيل ابو تريكه وعماد متعب ووائل جمعه كان بنلعب كره هجوميه. بالظبط. لا في عندنا لا قدراتنا الهجوميه موجوده، لكن انا في وجهه نظري ان قاعده الاختيارات كانت محدوده لحد كبير جدا، الشكل الهجومي مقيد، تحس ان اللعيبه متكتفه شويه، يعني في تكتيفه كده موجوده في الملعب. انت خلي بالك الكوره برضو متعه، يعني بالظبط لازم بالظبط لازم تحرر اللعيبه اللي هم بالظبط بتدافع كويس، اول ما ناخد الكوره ما نضيعهاش، حافظ عليها، استمتع بالجيم. طول ما انت معاك الكوره، انت كنت لعيب كوره ميدو وعارف، طول ما الكوره معانا في استمتاع بالجيم، لكن انا مش هفضل اجري ورا الخصم 90 دقيقه عشان اجيب جول في الاخر ولا حاجه. عارف يا كابتن هاني المشكله في ايه كمان؟ المشكله لما نيجي نقطع الكوره احنا بنبقى مستهلكين بدنيا، وحضرتك عارف ان اللاعب المستهلك بدنيا صعب قوي يحافظ على الكوره. ما بنقدرش نطلع لنص الملعب. انا بقول لك لازم اول ما نقطع الكوره يعني نشتغل ان احنا نطلع بالكوره على تارجت، مروان لعيب كويس يقدر يحافظ على كورته، وبقى الخطوط بقى تبدا تطلع ونبدا ننقل الكوره شويه، يعني ننقل الكوره في رجلينا لحد كبير، ده هيدي شويه نفس للعيبه ويدي كمان شكل للفرقه، وفي نفس الوقت ما انت بتشتغل دفاعيا كويس. يعني فانا دي النقطه اللي يمكن اللي قلقاني شويه، طبعا مع عدم وجود صلاح في يمكن المباراه الاولى، اعتقد هيكون عندنا مشكله كبيره جدا جدا مع منتخب اوروجواي. يعني يا كابتن اكيد بنقول يا رب مستر كوبر، يعني مش عارف هيطور امتى، وكان وعدنا ان احنا نطور، لكن هو مفيش وقت خلاص، مفيش وقت يعني للاسف التطوير خلاص، اعتقد الامور واضحه، مفيش وقت خالص. لكن انا في اعتقادي ان احنا لو ربنا كرمنا بنتيجه كويسه، التعادل مع اوروجواي ممكن جدا، لو اشتغلنا زي مباراه كولومبيا مع استغلال مثلا الفرص اللي بتجيلنا، استغلال كرات ثابته، ان احنا نطلع بالكوره بشكل افضل شويه، ده ممكن يدينا شويه امل يعني. وان شاء الله احنا يعني كلنا بنقول يا رب اتحادنا يعمل نتيجه كويسه ويطلع يا رب الدور الثاني. يا رب يا كابتن، يا رب كل الشكر ليك وكل توفيق لمنتخب مصر. كابتن هاني رمزي نجم مصر ونجم الاهلي السابق، شكرا جدا لحضرتك على هذه المداخله.